يؤكد عليها هاي ضروره نعم. لان هي جزء من حضاره الاوطان نعم. جزء من هويه وبصمه نعم. الوطن نعم. نعم. يعني نعم. احنا لما نتكلم الاستاذ الفاضل الاستاذ عادل العفو نتكلم هاي القصخون جزء من حاله دراميه أيه. لانه هو يجسد حاله والناس تتاثر به والتابعه أيه. يمثلها هو يمثل الحالات صوتيا وجسديا نعم. نعم. فبالمسرح المسرح ايضا مهمته انه يحافظ على هذا التراث واساتذه كبار نهلوا من اللي هو الراوي ترى القصخون هو الراوي نعم الحكواتي ايه. نعم الراوي ايه. يعني مثلا هسه ناخذ اللي هو على اسم برنامجي كان يا ما كان ايه. مع الاستاذ قاسم محمد ايه. الله يرحمه عند هذا عمل مسرحي كبير اسمه ايه. كان يا ما كان يتكلم تراث اكو الراوي قاعد نعم. مثل قهوه مسوي اللي هو استاذ خليل شوقي الله يرحمه ايه. وقاعدين كلهم يمه ويغنون ايه. المقام العراقي يبدا به ويغني نعم نعم. ويغنون هم ويا المجموعه يردون والمشاهد الاخرى تبدا على الجهه الثانيه تبدا الحكايه شلون هذا اللي هو كلش كسلان وقنايم ابو رطبه ينتظر يعني ما يمد ايده على النخله ينتظر هي تقب الرطبه حتى باك حلقه وتقف على ساجد شلون هذا يقدرون يعني يسووا ادمي ويقوموا ويسووا رجل كل هاي القصص يعني الموروث العراقي موروث من التراث الحكايه الشعبيه العراقيه وظفها استاذ قاسم نعم. بذكاء تدري نعم. هو كان يحب التراث وظفها في عمل مسرحي كبير اسمه كان يا ما كان نعم. هاي واحد من التجارب المسرحيه ذات تحدثت نعم. عنها نعم. بغداد الازل بين الجدي والهزل ايضا تراث هذا عراقي نعم. يعني العمل من ألف ليلة وليلة كثير من الأعمال حتى ألف حتى الخيط والعصفور أيضا دبخانة نعم. كل هذا هو تراث نعم. عراقي نعم. عندنا عمل كبير لفلاح شاكر هو هم أيه. أيه. اللي هو خرج الأستاذ عزيز خيون هو صحيح. أيضا مأخوذ من التراث ألف ليلة وليلة ألف حكايات ليلة. السندباد حكايات السندباد قدموها نعم. شوفي المسرح اعتنى بأن يغرف من هذا التراث وينهل منه ويصيغه في حكايات مجسدة على خشبته ويقدمها للناس.